بعد ما سجل الفيديو في ناس حواليا بتتفرج عليا. المهم مرحبا، انا عندي ويكند تقريبا كثير مشغول وحابه اخذكم معايا اليوم. انا في المول وفي المسايات رايحه عند صاحبتي، اصرت علي ان اروح واشوف زينه، هي مسيحيه اصرت علي اشوف زينتهم لانها اجت علي في رمضان، فانا راح اروح واشوف بيتها والزينه وراح اورجيكم شو عامله. وبكره راح اروح على فرح اصحابنا الامريكان كمان، راح اخذكم وارجيكم، فحيكون ويكند كتير حافل وراح اورجيكم اجواء المول في الاعياد. يعني تقريبا وانا برا ضلتني ربع ساعه وانا بدور على مكان اصف فيه السياره، والناس كل الناس موجودين في المول اليوم لانهم بيشتروا هدايا وبخلصوا حاجاتهم لان الويكند الجاي حيكون الكريسماس عندهم. فتعالوا معايا شوفوا كيف الاوضاع هنا. هاي منطقة، هذه منطقة للالعاب للاطفال، ادوار ننزل تحت، وهذه داخل المول. كتير كتير حلوة، الاولاد الصغار بنبسطوا عليها. المنطقة العاب للاطفال جنب هذه. طبعا جاية المحل نوردستروم، انا كتير كتير بحبه نوردستروم. طبعا السر في غرفة الاطفال، ولكن يعني عندهم حاجات حلوة اليوم. طبعا زينة الاعياد وين ما كان. زينتهم كتير حلوة، الزينة اللي حاطينها هاي أفنان. مش من فراغ حكي علي تعال عندي تلج. كتير حلو. فانوس رمضان عاملينه للكريسماس. I love this Adriana. بيتها صغير وكينكون، لكن حاطين هداياهم تحت الشجرة هنا. يا عمي تفننا. هاي لبستي للفرح، فستان كنت جايبه للعيد، وطبعا عندي طلع للسهرة، ولكن اخر مرة لبستها وجعتني شوية فقررت البس البوت. راحة لل يعني نوع أمومة، ف حكيتكم اني انا الي تقريبا 10 سنين في امريكا، ولكن هذه اول مره اروح فيها على فرح امريكان. يعني رحت افراح هيك للفلسطينيه،
وعرب ويعني لحمة العرب طبعا. فهذه أول مرة أروح على فرح أمريكان، العروس أمريكية والعريس أمريكي ومسيحية، ف كتير متشجعة. ف عشان من البنات اكثر من ال هاي اما وابوها شكلهم يعني شوفوا هذه الكيوتنس عجبتني كثير. انا لاحظت الترند صاير انه الناس تكتب على قزاز او عمراية كثير عجبتني. وعاملين هنا حاطين ايش؟ خذوا ماك وهات شوكليت. قاعة هنا العروسة وحفلتها. هاي الطاولة شوف بساطة مش طبيعية كتير حلوة، ألبان كتير كتير حلوة. طلع بتجنن ونزل لها الثلج. وجبتهم الرئيسية سما مستعدة تأكل. Cindy remembers that. Here we go. Hazy's remembers that too. And with that in mind, who's the bigger flirt? All right.